وسط تظاهرة ثقافية كبيرة من جميع بلاد العالم المهتمين بالشأن الثقافي، انطلق معرض الكويت الدولي للكتاب بدورته 41 على أرض المعارض الدولية بمشرف، وبحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح. في افتتاح معرض الكويت للكتاب في نسخته 41 لأرحب بأصحاب السعادة والأخوات والأخوة من الدول العربية ودول العالم وأصحاب دور عرض الكتب في تواجدهم في دولة الكويت لتعزيز دور الثقافة والمعرفة والعلم والقراءة في عالمنا العربي، ويحقق التواصل الثقافي والحضاري والإنساني مع العالم. كذلك نسعى كدولة الكويت بأن يكون تظاهرة ثقافية بما يشمله من أنشطة ثقافية مصاحبة. هذه الأنشطة مهمة، ركزت هذا العام على الشباب وأهمية غرس القراءة والثقافة لديهم، ركزت أيضا على تعزيز الهوية الوطنية. يهدف هذا المعرض بالدرجة الأولى لتعزيز دور الثقافة والعلم والقراءة في عالمنا العربي، ما يحقق التوازن الثقافي والحضاري والإنساني مع العالم. سيكون هناك مجال للاستزادة بزاد ثقافي مكثف خلال أيام هذا المعرض. حرص المجلس الوطني على استضافة باقة متميزة من العلماء والمفكرين. أيضا هناك مشاركة وشراكة ما بين المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ورابطة الأدباء لخلق الجو الثقافي وتوفيره لجميع الغراء والأدباء والمفكرين وأخواننا وبناتنا الطلبة، إنزين، وتوفير لهم جميع سبل الحصول على الثقافة، من كتاب، من نشر إلكتروني، من ندوات، من محاضرات، من فنون تشكيلية، من كل جوانب الثقافة المتوفرة إن شاء الله. فحنا السنة مشاركين أيضا في الدورة 41 لمعرض الكويت، وحوالي 65 إصدار. هاي الإصدارات من إدارة البحوث والدراسات وإصدارات إدارة المكتبات والتراث بوزارة الثقافة والرياضة بدولة قطر. وكنا بشغف شديد لهذه المشاركة، لأن الكويت بمثقفيها واهتمامها العلمي والثقافي القديم والعريق، ولا أدل على ذلك من هذه الدورة التي تمثل أكثر من 40 عاما في مسيرة معارض الكتاب. غاية كل ناشر أن يوصل رسالته، يوصل كتابه، يوصل الفكر لكل ربوع الوطن العربي وخاصة الكويت. الكويت لها قارئ متميز، قارئ يفهم الكتاب، قارئ يتمعن ما معنى الكتاب. أكثر من 563 دار نشر عربية وأجنبية تشارك في هذا التجمع الثقافي الدولي الكبير، وهذا الحدث يؤكد دور دولة الكويت الريادي في التنوير والمعرفة. أكثر من 40 عاما وهذا المعرض يحتضن بين طياته الكتاب والمثقفين وأصداراتهم من معرض الكويت 41 للكتاب. يوسف صفرة، تلفزيون دولة الكويت.